السلام عليكم. ان شاء الله غادي نبداو درس جديد بالنسبه للنيفو ديال بريمير باك اكسبيريمونطال طبيعه الحال بيوف. الدرس اللي هو لا تريغونومتري، ولكن نقراو لي فورمول دو ترانسفورماسيون. داكا دونك يعني التحويلات العشيه ديال اللي كنخدمو هنا في لا تريغونومتري، يعني صيغ التحويل. نجيو اولا نعرفوا هاد لي فورمول هادو. انا غادي نحاول في هاد لوكول ماشي ندير الديتاي ديالو، نحاولوا غير نوصلوا لو ميساج، يعني كيفاش انت تخدم شي ابليكاسيون ولا شي تمرين، كيفاش تخدم بهاد لي فورمولا حيت كتحتاجهم في الدوزيام باك. داكا ما غاديش نعطيو لو ديتاي، يعني غادي نديرو الديتاي ديال هادي مثلا منين جات وكيفاش وعلاش لا ديمونستراسيون، نحاول ما ندخلش هاد المسائل صافي. حيت الا درنا هادشي غادي نطولو، خص دونك حنا الهدف ديالنا حيت خدامين عن بعد نحاولوا المهم يوصل لو ميساج ديريكت دغيا. بالنسبه لهاد لي فورمولا هادو كاينين الاربعه الاولى اللي خصكم تحفظوهم. الا عطاونا الكاس ديال A plus B والكاس ديال A moins B سينوس ديال A plus B سينوس ديال A moins B. داكا عطاونا دي فورمولير. دابا كيبان لينا حنا لا سوم شنو هي A وشنو هي B؟ سو سون دي زونغل، هادي زاوية وهادي زاوية، يعني مجموع زاويتين ولكن داخل الكاس، يعني A زائد B هي زاوية ولكن في نفس الوقت هي مجموع زاويتين. كيفاش كنحسبوا الكوس ديال مجموع زاويتين؟ الكوس ديال لا سوستراكسيون دو دو زونغل سينوس دو لا سوم دو دو زونغل اي بطبيعة الحال هنا لو سينوس دو لا سوستراكسيون ديال دو زونغل. نجيو هنا بالنسبة الأولى، الكوس ديال أ بلس بي راه هي كوس سينوس دو أ، يعني الكوس ديال الزاوية الأولى في الكوس ديال الزاوية الثانية فوا الكوس سينوس دو بي. داكا موان سينوس دو أ سينوس سينوس دو بي. مزيان، الكوس ديال ا بلس بي تيكال كوس دو اف كوس دو بي موان سينوس دو اف سينوس دو بي، يعني الكوس في الكوس والسينوس سينوس بيناتهم موان، الا كانت هنا بلس كدير هنا موان. داكا هادشي باش تعقل عليها، دونك الكوس في الكوس والسينوس سينوس هادي عقلنا عليها، وهنا بيناتهم موان، الا كانت بلس قلنا هنا كنديرو موان. نفس الهضره هنا، الا كنتي خدام بالكوس غادي دير الكوس ديال الزاوية الأولى داكا في الكوس ديال الزاوية الثانية بحال هادشي هادي، ولكن الموان غنديرو بلس حيت كاينة هنا موان غادي نديرو عكس ديالها هنا بلس. داكا سينوس دو A سينوس دو B. إلا سمعتي الكوس ديال A ناقص B هي كوس دو A في كوس دو B بلس سينوس دو A في سينوس دو B. دابا هنا كنبداو بالحفاظ، يعني واخا نديرو ديمونستراسيون في الآخر غادي تحفظ. داكا حنا مكيهمناش، معندناش الوقت باش نديرو لا روشيرش، يعني تمشي تقلب كيفاش وعلاش، مغاديش نخدمو هاد المسائل. سينوس ديال A بلس B هي سينوس دو A في كوس سينوس دو B بلس كوس سينوس دو A سينوس دو B. زعما مزيان، الا عندك دابا السينوس هي السين في الكوس والكوس في السين، الا كانت بلس كتبقى بلس، الا كانت بلس كتبقى بلس. زعما مزيان، الا خدام السينوس هي السين في الكوس والكوس في السين داكا، والا كانت بلس قلنا كتبقى بلس. هنا لا، هنا الكوس في الكوس سينوس سينوس، كوس في كوس سينوس سينوس. نفس الهضره هنا، هي السينوس دو A داكا فوا كوس سينوس دو B موان كوسينوس دو A سينوس دو B. مزيان، هادو ربعة علاقات غادي نخدمو بيهم. دابا نشوفو غير التطبيق ديالهم دغيا كوم إكزومبل. أوا قالو لي مثلا لا كيسيون كالكولي، ركزو معايا مزيان، قالو كالكولي بيس سور كات موان بيس سور ترو. قالو لي هادي لا بخومييي كيسيون. لا دوزيام كيسيون قالو لينا إلا حسبنا هادي من بعد، المهم نحسبو هادي بعدا حيت من بعد غادي يعطيك واحد الكتابة حنا غنحاولو نبسطو. عطاونا الكتابة قلنا حسب بيس سور كات موان بيس سور تروا، غاتجي تحسب راه عندك ديجا كالكولاتريس، ولكن حاول تبينها هنا تخدم حيت متعودش ديما على الكالكولاتريس تقدر تخطا ولا شي حاجة. بيس سور كات يعني المقام واحد هنا هو شحال؟ هو 12. يعني هنا عندنا ان دينوميناتور كومان اللي هو 12. هكا هنا 3 فوا بي سي 3 بي موان 4 فوا بي سي 4 بي، و 3 بي موان 4 بي سي موان بي سور 12. صافي مزيان، موان بي سور 12. اش باغي نقول في الكيسيون نيميرو 2؟ هذا هو اللي باغين. كيسيون نيميرو 2 غادي يقول لك كالكولي كوسينوس دو موان بي سور 12 اي سينوس دو موان بي سور 12. يعني بغاو الكوس ديال هاد الكتابة وبغاو السينوس ديال هاد الكتابة ديال هاد لونغ. داكا وهاد لونغ بطبيعة الحال راه براديان، يعني اون راديان. داكا نجيو هنا
à chaque chevalet, le cosinus de moins pi sur 12 est égal. Moins pi sur 12, on a rien d'ailleurs. Et il y a pi sur 4 moins pi sur 3. Il y a le cos de pi sur 4 moins pi sur 3. En utilisant quoi? L'un de ces formules, d'accord, de transformation. Donc, il y a le cos de A plus B. A ou B, il y a A est égal à pi sur 4 et B est égal à pi sur 3. Donc, je vais dire le cos de A plus B est égal. Le cos de A plus B est cos de A cos de B et le sinus de A sinus de B. Donc, on a dit que le cosinus de pi sur 4 fois cosinus de pi sur 3. Le mot, je vais dire que je vais dire plus, ça va être écrit. Sinus de pi sur 4 fois sinus de pi sur 3. Ça fait, on a fait une calculatrice. Sinon, ce qu'on a fait, on a fait un coma, cos de pi sur 4, on a fait racine carrée de 2 sur 2 fois le cosinus. Diel pi sur 3, que ça donne 1 demi, plus sinus diel pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2, fois sinus diel pi sur 3, que ça donne à racine carrée de 3 sur 2. Ça fait bien. On joue un numérateur, un numérateur, un numérateur, dénominateur, dénominateur. Alors, je vais dire le produit de deux nombres rationnels. Donc, racine carrée de 2 fois 1, c'est racine carrée de 2. 2 fois 2, c'est 4. Plus racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 6. 2 fois 2, c'est 4. On a un dénominateur commun, les 4. À tout l'un des racine carrée de 2, plus racine carrée de 6, le tout sur 4. Et qui tient avec les rajouts de l'inéda là-bas. Elle dit H, elle dit le cosinus de moins pi sur 12, il y a racine carrée de 2, plus racine carrée de 6 sur 4. Je vais dire qu'elle va dire la virgule là-haut. Et même si tu es calculatrice, ou d'être qui le cos de moins pi sur 12, c'est un peu comme ça. Je vais vous dire que je vais calculatrice. Un acte les cons. Un tas, le LF dialo, ou un avoir les formules. D'accord? Je vais vous dire que donc, la calculatrice, c'est comme ça, ou la calculatrice, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, évidemment, c'est qu'on a fait les formules, ou un peu comme ça. Donc, on dit, la question 2, c'est que le cos, c'est toujours le sinus. Sinus de moins pi sur 12. Est égal. On a la relation de sinus, ça y est. On dit que sinus moins pi sur 12, on a pi sur 4 moins pi sur 3, ça y est. Pi sur 4 moins pi sur 3. Sinus de A plus B, ça y est. Sinus de A plus B, y a sinus de A cos de B moins cosinus de A sinus de B. Donc il y a le sinus de A, il y a sinus de pi sur 4 fois cosinus de pi sur 3. Le moins 4 fois moins, là ça va être l'étonnant. On a qu'à dire le cosinus de pi sur 4 fois sinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 4, il y a racine carrée de 2 sur 2. Le cosinus de pi sur 3, il y a 1 demi. Moins le cos de pi sur 4, il y a racine carrée de 2 sur 2. Sinus de pi sur 3, il y a racine carrée de 3 sur 2. Est égal à la racine carrée de 2 sur 4 moins racine carrée de 6 sur 4. Les racines carrées de 2 moins racine carrée de 6 sur 4. Donc, elle a le H ou le sinus de moins pi sur 12. Comme dans le cas, je suis très fort. 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 هادو لي فورمول الاولين عقلوا عليهم عافاكم حيت ملي غادي ندوز لا بارتي 2 يعني غندوز لا بارتي 2 اللي فيها سي اخرين دونك خصنا نكونوا هادشي ضابطين حيت غادي نرجع مازال هادشي عافاكم مزيان دونك انا قلنا الفورمول اللي خصنا نحفظوا الكوز ديال ا بلس بي ولا كوز دو اكس بلس واي او بي كيتسموا زوايا الكوز ديال ا زائد بي والكوز ديال ا ناقص بي سينوس ا زائد بي سينوس ا ناقص بي خاصك تحفظهم او الكوز في الكوز ناقص سينوس سينوس ولا سين في الكوز والكوز سينوس هنا الزائد راه كتبدل كتولي ناقص ناقص كتولي زائد هنا لا في السينوس لا البلوس كتبقى بلوس والموا كتبقى موا باش تعقل عليهم هكا مزيان ودرنا ان اكزومبل باش منا تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي دوز لابارتي نيميرو 2 بور لا دوزيام بارتي دونك غادي نخدموا بلي فورمول الكوس ديال 2 ا سينوس ديال 2 ا كوس كاري دو ا اي سينوس كاري دو ا داكا هنا جوج ا يعني كنقصدوا بان الكوس ديال جوج مضروب في واحد الزاويه كيفاش هاد السيغ واش عندنا شي سيغ ولا لا كذلك السينوس كذلك الكوس كاري كذلك السينوس كاري يعني 4 سيغ اخرين
ركزوا معايا مزيان. هنا غادي نمشيو بشوي بشوي، ركزوا معايا كوم ديمونستراسيون باش نبداو بشوي بشوي. كنعرفوا بان اون كوسينوس ديال 2a، حاولوا تركزوا معايا فيكم، ايتيغال الكوس ديال 2a كتساوي ليا هي الكوس ديال a بلس a. متفقين ولا لا؟ 2a هي a بلس a، مكاينش مشكل. دونك هنا بات لينا بحال القاعده ديال اللي قبل في لابارتي نيميرو 1 اللي كدوي على الكوس ديال a بلس b، يعني مجموع زاويتين. هذه عرفناها قبل اللي هي الكوس سينوس دو a، الكوس في الكوس في الكوس دو a، البلوس قلنا كتولي موا سينوس دو a سينوس دو a. شوف اللي عندنا الكوس دو a في كوس دو a هي كوس كاري دو a موا سينوس كاري دو a. صافي مزيان. هادي غنعتبروها سين، هاهي غنأطروها باش تعقلو عليها. دونك إلا سمعنا دابا، سمحوا ليا، إلا سمعنا دابا الكوس ديال دوزا، السين الأولى اللي خصنا نعقلو عليها هاهي نعتبروها لا بخوميييغ، راه هي كوس كاري دو أ موان سينوس كاري دو أ، يعني كاينة علاقة ما بين الكوس ديال جوج أ والكوس كاري سينوس كاري. هاهي غنجيو نفس هاد الصيغة هادي. هاهي هنا عندنا واحد العلاقه كتقول الكوس كاري دو ا بلس سينوس كاري دو ا ايتيغال ا 1. هذه علاقه قريناها تقريبا في الاعدادي داكوغ في الكوليج. دونك نجيو هنا فتولي هذه المساله غادي نحيدو الكوس كاري دو ا ونعوضوها بواحد ناقص سينوس كاري. دونك تولي 1 موان سينوس كاري دو ا عاد موان هاد سينوس كاري دو ا باش تولي هي 1 موان 2 سينوس كاري دو ا. داكا دونك هنا ولات عندي صيغه ثانيه، هاي غنعتبروها لا دوزيام. ركزوا معايا مزيان. دونك الكوس ديال جوج ا يمكن لينا نقولوا كتساوي بان كوس كاري دو ا موان سينوس كاري دو ا، ويمكن لينا عاوتاني نقولوا بان الكوس ديال جوج ا راه هي واحد ناقص جوج سينوس كاري دو ا. دابا نجيو نفس الصيغه عاوتاني، دابا عوض نعوض الكوس غنعوض السينوس، غنخلي الكوس كاري دو ا موان، وهاد السينوس كاري غادي نعوضها بواحد ناقص كوس كاري. هاهي واحد ناقص كوس كاري غيدخل على هاد الناقص تولي واحد زائد كوس كاري دو ا. كوس كاري دو ا زائد كوس كاري دو ا راه هي شحال؟ هي دو كوس كاري دو ا موان زان، دو كوس كاري دو ا موان زان. صافي هادي الصيغة انا اعتبروها هي الثالثه. ركزوا معايا دابا مزيان، شي كامل غنعاود نعاود نكتبوا. الا سمعتي الكوس ديال 2a راه هي كوس كاري دو ا موان سينوس كاري دو ا وحده، ولا سمعتي الكوس ديال 2a راه هي واحد ناقص جوج سينوس كاري دو ا، ولا سمعتي الكوس ديال جوج ا راه هي جوج كوس كاري دو ا موان زان. صافي مزيان. دونك هما ثلاثه ديال السيار. واخا حنا غادي نعاودو نكتبوا معفاكم باش نجبدوا منهم دي غولاسيون. الاولى ترونكيل، ها هي الكوس ديال 2a، ها الاولى كتساوي لي قلنا هي الكوس كاري دو ا موان سينوس كاري دو ا، هادي الصيغه الاولى هاهي تعقلوا عليها. عاوتاني لقينا بان الكوس ديال 2a كتساوي لي هي 1 موان 2 سينوس كاري دو ا، هادي الثانيه. وعاوتاني لقينا بان الكوس ديال 2a هي جوج كوس كاري دو ا موان زان، هادي الصيغة الثالثة. دابا هاد الصيغة اللي كنهضرو عليها ديال الكوس ديال جوج ا، يعني إلا بالنسبة للسين بالنسبة للكوس غنجبدو منها علاقة وحدة أخرى. تبعو معايا مزيان، يعني اعتبرنا هادي هي الأولى، هادي هي الثانية، وهادي هي الثالثة. لا بخوميييغ لا دوزيام لا تروازيام، حنا نديروهم هنايا لا بخوميييغ ها لا دوزيام ها لا تروازيام. واخا غنمشيو دابا لا دوزيام إلى تروازيام. هادي إلا بغينا دابا نجبدو السينوس كاري دو ا، ممكن نجبدو السينوس كاري دو ا، راه هي الكوس ديال جوج ا غنقص منها واحد ونقسمو على ناقص جوج. صافي مزيان، والناقص تقدر تطلع الفوق. صافي حاولو تركزو معايا مزيان. قلنا إلا بغينا نجبدو دابا السينوس كاري دو ا أش كتساوي ليا؟ هي هاد الكوس ديال جوج ا غنقصو منها واحد ونقسمو على ناقص جوج، دونك هي واحد ناقص كوس، يعني واحد ناقص الكوس ديال جوج ا شتي نقسم على ايش؟ على دو، حيت قسمنا قبيلة على ناقص جوج طلعنا ناقص الفوق تبدلت هي الإشارة. دونك هادي غنعتبروها هي الرابعة،
في الاخر عاوتاني هاد الا بغينا نجبدو الكوس كاري دابا الكوس كاري دو ا ايتيغال كوس كاري دو ا هي الكوس ديال جوج ا غتزيد عليه واحد وتقسم عليه جوج دونك هي واحد زائد الكوس ديال جوج ا وغتقسم على جوج هادي غنعتبروها هي الخامسة الدرس كله هكا كله السياق خاصك تحفظ دونك غادي نديرو ان اكزومبل فاش غيفينو هاد لي غولاسيون الهدف ديال هاد لي غولاسيون هادو بجوج هما اللي تعقل عليهم بزاف هادو بجوج خاصك تعقل عليهم فيما تسمع دابا السينوس كاري كتبتها السينوس كاري ديال شي زاوية راه هي واحد ناقص الكوس ديال جوج في ديك الزاوية على جوج هكا تفهمها والكوس كاري ديال واحد الزاوية كيساوي واحد زائد الكوس ديال جوج في هاديك الزاوية اللي عندي هنايا مقسوم على جوج دونك هاد جوج هادو خاصك تعقل عليهم مزيان وغنجي وغادي ندير ان اكزومبل باش تفهمو دونك الكوس ديال جوج ا هاي درنا على شحال من غولاسيون كاينين ثلاثة السينوس ديال جوج ا باقي ما وصلناش ليها صافي مزيان يلا خدمنا بالكوس ديال جوج ا عطاتني الكوس كاري دو ا عطاتني السينوس كاري دو ا بقات لينا دابا السينوس ديال جوج ا شحال كتساوي صافي مزيان حتى هي غادي نديروها ان شاء الله دابا نعطي بعدا ان اكزومبل على هاد المسألة اللي فاش غنحتاجوها صافي يلا ندوزو ليكزومبل الوغ ليكزومبل اللي قلنا قالوا لي كالكولي كوسينوس كاري دو بي سور 8 مزيان هاد بي سور 8 يعني ماشي اونغل ايزيوال اللي كيف كنعرفو كنعرفو حنا بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2 0 بي 2 بي هادو ما يعني الايزيوال اللي كنخدمو بهم بزاف في يعني في الليسي اون جينيرال كانوا على المستوى ديالنا يعني المستوى الوطني ولكن الكوس كاري دو بي سور 8 الا بغيتي تخدمها خصك دي غولاسيون دي فورمول دو ترانسفورماسيون سينو كتعرف كيف كالكوليتيسيون باش تكتبو كتعطيك الريزولتا مباشرة حنا لا ضروري تستعمل هاد الدرس هذا دونك اش تكتب عليه اون سي كو هاهي القاعدة اللي درنا قبيلة اون سي كو كوسينوس كاري دو ا الا عقلتو عليها اش كتساوي لهنا بما هي ان بلوس كوسينوس ديال دوزا ديفيزي بار دو هادي علاقة كتبنا غير قبيلة كيفكم حافظوها مزيان دابا فينا هي هاد اللي كنهضروا عليها هي بي سور 8 فيما تبان لك دابا شي ا اون بلاص ا بار كوا بار بي سور 8 دونك غتولي عندي هنايا الكوسينوس كاري دو بي سور 8 ايتيغال هي 1 بلس كوسينوس دو 2 فوا بي سور 8 شي كامل ديفيزي بار 2 داكا 1 بلس 2 غنخرجها مع 8 غتبقى لي بي سور 4 دونك غتولي عندي الكوس ديال بي سور 4 شي كامل سور 2 واخا نجيو هنايا الكوس ديال بي سور 4 خصكم عارفها هي افيك نكتبو هنايا افيك كوسينوس دو بي سور 4 ايتيغال كوا راسين كاري دو 2 سور 2 او جينا تكتب 1 بلس راسين كاري دو 2 سور 2 لو تو ديفيزي بار 2 مزيان وطبيعي الحال هنا نوحدو المقال اش عطينا هي 1 بلس ماشي 1 تعطينا 2 بلس راسين كاري دو 2 سور 2 ديفيزي بار 2 دونك العكس دابا تولي غادي بحال هكدا هي 2 بلس راسين كاري دو 2 لو تو سور 4 دابا هادشي اللي خرج لينا هي الكوسينوس كاري دو بي سور 8 دابا الا بغينا قالوا لي ديدوي الكوس ديال بي سور 8 عاد يمكن تقول هنايا مثلا كوم ديدكسيون ها هي ركزوا معايا مزيان كوم ديدكسيون الا بغيتي دابا الكوسينوس ديال بي سور 8 دابا حنا لي كوس كاري قال لي حسبها حنا بغينا كوس ديال بي سور 8 دونك هنا غادي دير لي لا راسين كاري تولي هنا ايتيغال راسين كاري ديال 2 بلس راسين كاري دو 2 سور 4 او بيان كوسينوس دو بي سور 8 ايتيغال موان راسين كاري دو 2 بلس راسين كاري دو 2 سور 4 هادي غتعطيك هي راسين كاري دو 2 بلس راسين كاري دو 2 سور 2 حيت راسين كاري دو 4 ايتيغال 2 وهادي غتعطيك موان راسين كاري دو 2 بلس راسين كاري دو 2 هادشي كامل ديفيزي بار 2 ولكن واش غناخدهم بجوج لا علاش غنكتبو هنايا puisque ركزوا معايا مزيان puisque بي سور 8 elle est comprise entre quoi et quoi محصومه بين 0 و بين جوج يعني الا كان محصومه بين 0 و بين جوج يعني الدائره المثلثيه اللي كنهضروا عليها هي ها 0 ها بي سور 2 بي سور 8 تقريبا كاينه هنا بي سور 4 ها هي بي سور 8 تقريبا كاينه هنا هاي يعني ملي كاينه بي سور 8 الكوز ديالها كيفاش ديال الكوز ديالها بوزيتيف حتى هاد البلاصه الكوز ديالها بوزيتيف يعني غناخذوا القيمه بوزيتيف عادي يمكن لك تقول هنايا دونك او بيان بار كونسيكون كوسينوس دو بي سور 8 ايتيغال راسين كاري دو 2 بلس راسين كاري دو 2 ديفيزي بار 2 صافي مزيان دونك هادي سيرا
هذه الكوست ديال بي على 8. دابا مشيتي كالكولاتريس ودرتي الكوست ديال بي على 8، غتقول لي علاش غادي ندير هادشي كامل؟ غادير الكوست ديال بي على 8 جذر مربع 2 زائد جذر مربع 2 على 2. مزيان، ولكن لا، حنا خصنا نخدموا هاد الدرس هذا، يعني ضروري تكتب هكا صافي. هذا هو الهدف ديال هاد الدرس هذا. المهم درنا اكزومبل، نتمنى تكونوا فهمتوا، باش ندوز لهادي سينوس زد 2 اللي نخرجوا منها دي غولاسيون. Alors pour sinus Z2A, qu'est-ce qu'on a dit là? Sinus Z2A est sinus d'IL A plus A. D'accord? Ou bien sinus d'IL A plus B, dans les relations de la partie 1, les formules de sinus d'IL A plus B, on a sinus sinus de A, le cosinus, d'accord? Le cosinus de A, le plus, on a qu'est-ce qu'on a plus, on a le cosinus de A, sinus de A. Mais اش تساوي لنا دابا هادي سين في الكوس زائد كوس في السينوس، ولكن نفس الزاويه، يعني هادي معاوده جوج خطرات، يعني هي دو سينوس دو ا في كوس سينوس دو ا. صافي مزيان. دونك لا غولاسيون لي خدينا دابا هنا شنو هي؟ خدينا بان سينوس ديال 2 ا ايتيغال دو سينوس دو ا في الكوس سينوس في كوس سينوس دو ا. هادي غولاسيون حتى هي عندها الدور ديالها. صافي مزيان. دونك هنا كنكونوا سالينا لابارتي نيميرو 2، عندنا دي فورمول خصكم تكونوا حافظين. غنحاول نعطي ان اكزومبل. قال لي مثلا كالكولي سينوس بحال هاد القبيله مثلا بيسيويد، كنا قبيله حسبنا الكوسينوس كاري، دابا قال لي سينوس بيسيويد. دونك غادي نجيو هنايا ونقولوا اون سي كو، هيا اون سي كو، يعني لا فورمولا خصنا نكونوا حافظين هي هادي سينوس كاري دو ا اتيغال، هي ان موان كوس ديال 2 ا ديفيزي بار 2. دونك شنو اللي عندي هنايا؟ شنو اللي عندي؟ سينوس كاري دو بي سور 8، حيت حنا بغاو هما السينوس، حنا غنحسبو السينوس كاري عادي يمكن لينا ندير لا ديجيكسيون ديال سينوس دو بي سور 8. دونك سينوس كاري دو بي سور 8 تيتيغال ان موان كوس ديال 2 فوا بي سور 8 شي كامل ديفيزي باغ 8، عتعطينا هي ان موان كوس ديال بي سور 4 شي كامل ديفيزي باغ 8 ديفيزي باغ 2 شي 8، خدامين ب 2. داكوغ، نجيو هنا. دونك الكوس دي بي سور 4 هي راسين كاري دو 2 سور 2، هي 1 موان راسين كاري دو 2 سور 2 ديفيزي بار 2. غادي نوحدو هنا ما خرطا بالحال، عتعطينا هي 2 موان راسين كاري دو 2 سور 4. ولكن حنا عارفين بان سينوس ديال بي سور 8 كيفاش داير، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بطبيعة الحال الا بوزيتيف، حيت بي سور 8 كومبريز انتر 0 اي بي سور 2. صافي مزيان. دونك هنا في الحالة يمكن لينا نقولو دونك سينوس دو بي سور 8 ايتيغال، غناخدو القيمة الموجبة اللي هي راسين كاري ديال 2 موان راسين كاري دو 2 ديفيزي بار 4، اللي هي راسين كاري دو 2 موان راسين كاري دو 2 سور 2. هذا هو السينوس ديال اش؟ ديال بي سور 8. مخديناش القيمة السالبة، علاش؟ حيت السينوس ديال بي على 8 راه موجب، بطبيعة الحال غادي ناخدو القيمة الموجبة. هنا درنا دو بارتي، لا بارتي الاولى فيها 4 ديال العلاقات، لا بارتي الثانيه درنا فيها واحد تقريبا 5 ديال العلاقات، وهذه هي 6 وخصكم حافظينهم. درنا لي زيكزومبل ديالهم، يمكن راه فهمتوا هاد لا بارتي هادي، باش ندوزو ان شاء الله فيديو اخر ونكملوا على لو كور ديالنا اللي هو لا تريغونومتري لي فورمول دو ترانسفورماسيون ديال بريمير باك. السلام عليكم.